دي مثالين بس، وفي امثله تانية كتيره جدا لعمليات من ارقى ما يمكن منعت العدو انه يستغل جنوب سيناء ويتجمع ويقدر يضرب جنب الجيش الجيش الثالث، يعني ان ده كان هيؤدي تاثير شديد عليه. سياده اللواء علي، اكثر المواقف تاثيرا على حضرتك من وقت ما دخلت القوات المسلحه لحد قيام الحرب ويوم النصر، تفتكر ايه؟ وعايزاك تحكي لي موضوع الاقرار ده اللي مضيته علشان علشان تدخل الجيش وتسيب الكوره. كنت فرود يعني. لا كنت صريح. كنت فعلا كنت لعيب كويس. دي حقيقة. من الشهادة. لا مش كويس بس يعني هو حضرتك طبعا متواضع. انا شهادة اللي كان الواحد بيلعب معاهم في الوقت ده يعني. بما فيهم كان رحمة الله عليه الكابتن صالح سليم، فاكر كده لما جه ابتدى بقى يعني هيبتدي يعتزل، فبيسألوه بيقولوا له يعني مين من اللعيبة اللي ممكن يحل بدالك في المرحله، فلقيت الشاب علي حاطط اسمي من ضمن اثنين ثلاثه يعني في النادي ان احنا ممكن نلعب بداله يعني. دي حاجه عظيمه في حد ذاتها. في حد ذاتها دي طبعا شهاده لا انساها يعني. هقول لك الكوره قبل ما نخش بقى في حلقه اكتوبر. من تحت 16 سنه، تحت 16 سنة وبعدين تحت 18 سنة تمام. وبعدين تحت 21 سنة وبعدين الفرقة كانوا مسميها الفرقة الكبيرة. وكان زمان في حاجة كويسة ما اعرفش ليه يعني ما بتتعملش دلوقتي، كان قبل الماتش بيسميه الماتش الكبير بتاع الفرقة الولاد الصغيرين بيلعبوا لا كان السكن تيم او اللي هو الفريق الثاني او الفريق الثاني بيبقى فيه ماتش بطولة مع كل الأندية. احنا حضرنا انا جيلي حضر كده لما النادي الأهلي الفريق الأول بيلعب الزمالك، احنا تحت 19 بنلعب الزمالك قبليها بساعتين ثلاثه على نفس الملعب. والجمهور موجود، ودي كانت بتخلق في اللعيبه ان هو بتطلع اجيال. ده حقيقي. فعلا ده حقيقي. دي كانت من الحاجات الكويسه، ما اعرفش بطلوها ليه يعني. المهم ف لما دخلت الكليه الحربيه وخرجت من الكليه الحربيه ابتديت بقى العب مع الفرقه الكبيره. ف كان في القوات المسلحه عندنا دايما بنقيم الوحدات، فكان بيبقى فيه تفتيش على الوحدات لتحديد المستويات من حيث التدريب والكفاءة القتالية وخلافه. فجيت تفتيش على الوحدة بتاعتنا فرقة السبعة كنا، وكان قائد الفرقة الله يرحمه اللواء سليمان مظهر، كان ده دفعة عبد الناصر من الجيل الشديد بقى الشديد يعني انت قلت كده خلاص. فالمهم طلعت نتيجة التفتيش الوحدة بتاعتي خدت أحسن تقدير، فبعت قاضي الفرقه هاتوا الضابط ده عايز اشوف بقى الضابط اللي قد احسن تقدير. الله قال لي هو انت اللي بتلعب كوره؟ انت لاعب الكوره؟ قلت له ايوه. قال لي انت بتلعب الكوره دي ليه؟ هوايه ولا عشان حاجه تانية؟ قلت له لا يا فندم. قال لي اقعد يا الضابط. راح معاني على المكتب قدامه وراح فتح المكتب يا مجدي، طلع ورقه بيضاء حطها قدام حضرتك. قال لي خد القلم اكتب. شوف حضرتك نقول الكلام ده مش عايز اقول من كام سنه. لا لا ما نقولش ما نقولش لا لا لسه من قريب لسه من قريب لسه من قريب يعني 61 62 ربنا يديك الصحه ربنا يديك الصحه. فا اكتب في وسط السطر اقرار خلي حضرتك فاكره لغايه النهارده. ما انا عارف. اقر انا فلان الفلاني باني لا ارغب في ممارسه الرياضه الا في اطار انشطه القوات المسلحه وذلك حفاظا على مستقبلي. تخيلي حافظها مثلا. حافظ القرار اللي هو يطلع على لا اصل حاجه ما بتحصلش. ما كانش بتحصل. صحيح صحيح. فبعد ما مضيت الاقرار بص لي كده قال لي يا ابني شوف بقى اللغه شوف الطريقه والاسلوب. قائد قائد. يا ابني انت عارف انا مضيتك الورقه دي ليه؟ قلت له خير يا فندم. قال لي انا بتوسم انك انت هيبقى ليك مستقبل كويس في القوات المسلحه. فانا مش عايز الكوره تشغلك عن مستقبلك، لان انا حاولت كنت اقول ايه؟ ازاي اوازن ما بين ودي استحاله صعب مستحيل. لا جد زي ما انت بتقول كده مستحيل يعني حاولت والله يعني لدرجه كنت صعب جدا اصحى الصبح الساعه 5:30 عشان اركب العربيه الشغل 6:30 عشان نكون 7:30 في المعسكر نكون الطابور يبتدي الساعه 8 اتاني واقف على رجليا من الساعه 8 برضه عمل لغايه تدريب لغايه يعني انت عارف القوات المشاحنه المقاتلين واقفين لغايه واحده اتنين وفي دهشور ادور على
او وسيله مواصلات تنزلني عشان اجي للتمرين. انت بتدريب من الصبح يا جماعه، انت بتدريب كابتن عبد صالح الوحش. طيب انت جيت متاخر 10 دقايق، كل 5 لفات كمان وبعدين التمرين والبتاع. تخيل بقى واحد صاحي من 5:30 الصبح ما يدخلش البيت غير 5:30 6 اخر النهار، وايه بقى؟ لا قعدت ولا اكلت ولا ارتحت ولا حاجه. الموضوع صعب، الموضوع صعب جدا. ازاي بقى كان توفى؟ كان العمليه صعبه. فالحقيقه يمكن ده كان ابعدني الحقيقه عن، وبعدين لما اتحركنا بقى الى سينا دي كان خلاص بقى دي فعلا كانت. بس كانت عينه ثاقبه حضرتك فعلا. لا انا ما دي برضو من يعني ازاي، ما انا دي بسال نفسي بقول طب ازاي عرف وانا لسه حارس الضابط الصغير ده؟ ازاي توسم برضو الناس دي كان ليها خبرات. طب ازاي قدر يقدر؟ فعلا الحمد لله الواحد نجح ان اوصل لغايه ابقى مساعد وزير الدفاع، واخبر حضرتك وتقلبت يمكن وظائف كتير في القوات المسلحه. من النادر مجدي عارف ان الواحد يمسك 3 اسلحه، انا مسكت 3 اسلحه في القوات المسلحه. رئيس جهاز اصلاع، قائد حرس الحدود، ثم مدير الشرطه العسكري، ولو ما انت بيكمل لحضرتك يعني عارف. لا لا طبعا لا مجدي من برضه اللي الواحد نقول ايه، انت عارفه في خدمتنا احنا بنبقى قريبين من بعض، بس نقول ايه في الكيمياء كده بتلاقي ايه بتتجاذب. يمكن عشان لعيبه زي بعض، يمكن هي حوله واهلاويه برضه، واهلاويه. اشكرك على الحته دي على فكره. ليه؟ اكيد الرياضي بيبقى خلقه وسلوكياته وتفكيره واداؤه حاجه تانية. يعني من البدايه بتتربى الشخصيه على الكفاح والاصرار والنجاح، وازاي بتتعاملي كتيم. يعني نقول الخلفيه العسكريه يا فندم، انا تعليم مدلت مع الكابتن محمود الجهر الله يرحمه، الخلفيه العسكريه دايما ليها انطباع ومردود كبير جدا على الرياضيين.